اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن خالد جد الله. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. تحياتي لك يا اسلام، سعداء جدا والحمد لله على السلامه والف سلام عليك. ربنا يخليك، الف سلام. ربنا يبارك فيك. الله يخليك كابتن. خلينا نبدا مع حضرتك وفوز النادي الاهلي بثلاثيه امس، بعيدا عن اي بقى اراء فنيه حضرتك سمعتها خلال من بعد المباراه لغايه دلوقتي، راي كابتن خالد جد الله في المباراه ككل؟ المباراة الحمد لله الهدف منها ان احنا كنا نكسب، ناخد 3 نقاط. صحيح. تصدرنا بيها المجموعة، وده اللي قدر لعبة النادي الاهلي الهدف الاهم دائما يعني الحمد لله. ولكن الاداء غير مقنع. تمام. يعني انا برضو الماتش ما انبسطتش منه، بالذات الشوط الاولاني. الشوط الثاني اتحسن شوية لسه، بس انا كنت متوقع ان العرض يعني هيبقى مش يعني انا عذر اللعيبة، لان قصة الاجازة برضو اللي قبل الماتش فترة كانت طويلة شوية يعني بالنسبة لي أنا، فأنا كنت متوقع أن العرض هيبقى كده. أوكي. وكنت بدعي ربنا أن إحنا ربنا يكرمنا بال3 نقط، فمش مهم الـ 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 الأداء. يعني الأداء الشوط الثاني اتحسن شوية، ولكن في الحدود بتاعة النواحي البدنية عند اللعيب، لأن أنا شايف أن برضو النواحي البدنية عندنا لسه إحنا واصلين 60-65%. طبعا محتاجة تعلى مع مرور الوقت، الاداء والعروض والاداء هيبقى احسن بكتير جدا لما اللعيبه تكتسب النواحي البدنيه بشكل كويس. من وجهه نظرك متى؟ على كاس العالم للانديه. يعني احنا والحمد لله ان الماتشات اللي جايه على مستوى الدوري او يانج افريكانز بطوله افريقيا، لا نقدر نعديها بشكل كويس بخبرات اللعيبه، بامكانياتهم، بالنواحي المهاريه اللي عندهم، بالحلول الفرديه اللي عندهم، انما هيوصلوا لشكل احسن واداء احسن، وده المهم على كاس العالم للانديه. بالظبط. ولكن انت عندك 3 مباريات ورا بعض، سواء سموحه، يانج افريكانز، ثم مباراه اخرى في الدوري قبل كاس العالم. ايوه. حتى يعني ما انت برضو محتاج زي ما حضرتك قلت ان احنا نكسب الماتشين او ماتشين الدوري وماتش الافريقي باذن الله. المكسب انا بتكلم، احنا عشان دايما النادي الاهلي بيبقى في حاجتين في ميزان واحد، ازاي تكسب وازاي تأدي بشكل كويس. المكسب باذن الله مش هيبقى فيه مشكله باذن الله في الـ3 مباريات دول. الاداء هو اللي ممكن يبقى على فترات، يعني ممكن نشوف شوط كويس وشوط تاني يعني شوط اقل شويه، او الاداء بس بينزل. هو لو الاداء يا كابتن، لو احنا هنا بنتكلم على النواحي البدنيه من هي قليله من وجهه نظرك، فمعنى كده ان الشوط التاني يجب ان يكون اقل من الشوط الاولاني، ولكن اللي احنا شفناه العكس امبارح، ان الشوط التاني افضل بشكل افضل من ناحيه الاداء. أوكي. مش من ناحيه الجري، وبرده الشوط الاولاني نسبه الجري ما كانتش بشكل كبير، يعني اللعيبه خلال الشوط الاولاني ما بذلوش مجهود كبير ملاحظ ان هو يبقى بالنسبه للنواحي البدنيه يكونوا فقدوا كتير جدا من المخزون بتاعهم، لا هم ابتدوا بريتم نقدر نقول متوسط، عشان كده الشوط الثاني اتحسن في ناحيه التحركات، من ناحيه احراز الاهداف، استغلال الفرص اللي جت، ودي بترجع برضو لخبره اللعيبه. فبالتالي بالنسبه لك انت شايف ان ده خبره اللعيبه وليس ماتش امبارح. حلول فرديه عند اللعيبه، لان انت لو رجعت الـ3 اهداف اللي احنا جبناهم، الهدف الاولاني بتاع كهربا، امام بيشوط في الجون، هو ما كانش عاملها الكهربا، هو كان بيشوط في الجون، ولكن كهربا واقف في مكان كويس جدا، ديفنس طبعا بتاع الفرقه الثانيه كان مغطيين الاوفسايد، مغطي الاوفسايد، فكهربا قدر ان هو يحرز الهدف بدماغه. الهدف الثاني بتاع كهربا بتاع صلاح محسن، ثالث حسين الشحات الثاني، برضه شوطه وارتدت من الجون، وحسين قدر يجيبها برضه من زاويه ضيقه كانت صعبه جدا، بس صحيح. حسين طبعا بمهارته العاليه قدر ان هو يجيب الجون. والجون الثالث قفش عملها حلو قوي، تشيب من فوق السردباك بتاع الفرقه الثانيه، صلاح محسن ركب الكوره كويس وجابها جون. من المكاسب اللي انا كنت بتكلم عنها في بدايه الحلقه صلاح محسن. طبعا شايف ده يعني الهدف، هو حتى خصوصا بعد ما طلع وقال ان هو اوضح ان هو يعني، انا برضو بشوف ما اعرفش واسال حضرتك، حضرتك يعني استاذنا في هذا الامر، انا لعيب بقالي كتير قوي ما لعبتش كوره، ما لعبتش مع الفرقه، ونزلت جبت جون، اروح للجمهور اقول لهم هش، اعتقد ان ده تفكير مش جيد. هو صلاح يعني وانا قاعد بتفرج شفت ان صلاح وهو بيعمل كده، يعني انا قلت له برافو، لان انا متاكد ان هو ما بيعملش كده لجمهور الاهلي، هو بيعمل كده للناس اللي بتنتقد أدائه
او بتنتقد وجوده في النادي الاهلي. وجهه نظري، ما اعرفش وجهه نظرك. لا انا افسرها زيك بالظبط، لان يعني انا وانا قاعد ما شفتهاش ان هي ان هو بيقول كده لجمهور الاهلي ابدا. ايوه بالظبط. لا يعني هو اكيد ما بيقولش كده لجمهور الاهلي، لان يعني هو عارف قيمه جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي السند الكبير بالنسبه لكل لعيب. صحيح. ولكن يمكن زي ما انت فسرتها، وانت فسرتها طبعا تفسير كويس جدا من الجانب الايجابي، ان الناس اللي بتنتقده او اتكلمت عليه في الفتره الاخيره فهو بيقول لهم كده. بس يعني كان برضو يعني كان ممكن يعدي الموقف برضو، ما يعملش كده بحيث ان يعني يطلع الناس من ان هي تقعد تحل وبيقول كده لمين، لجمهور الاهلي ولا مش لجمهور الاهلي ولا. لا بس اصل هو انا بشوفه كابتن يعني قليل قوي ان انت تلاقي، او مش قليل، انا ما شفتش ان حد بيروح لجمهور بعد ما، خصوصا بعد فتره طويله بعيده عن بلاش جمهور الاهلي، اي جمهور في العالم، ويروح يعمل معاهم كده. يعني الكسندر ارنولد في مباراته امام مانشستر سيتي عمل كده لجمهور مانشستر سيتي، ده الوضع الطبيعي مش لجمهور بالظبط. فهو لما بيعمل كده مليون في الميه، انا بقول لحضرتك وانا قاعد ما فسرتهاش غير كده بجد والله، ما فسرتهاش غير انه صلاح بيقول للناس اللي بتقول كذا لا انا جمهور الاهلي معايا، هو واقفين معانا وكل حاجه. وجهه نظري يعني انا شفتها كده. لا طبعا عندك حق، هو كان المفروض يعني يبقى مبسوط قوي بالهدف اللي هو جابه، هيديله ثقه كبيره، هيرجعه حتى لو كان هدف سهل. بالظبط كده، هو الهدف سهل طبعا. ما انا بقول لحضرتك حتى لو كان سهل بالظبط، ولكن هدف قدر ان هو يهدف، وقدر ان هو ترجع له الثقه بعد كده. والناس اصل كمان جمهور النادي الاهلي كان مستني من صلاح كتير يعني. صحيح. فربنا يكرمه في الماتشات اللي جايه يعني. رايك في الطريقه الفنيه اللي بيدير بيها مارسيل كولر المباريات خلال الفتره الاخيره؟ تحليلي في الحته دي معلش هيبقى مختلف شويه. السنه اللي فاتت مستر كولر ابتدى ببطولات من الاول، بدايه الموسم 5 بطولات، وبدايه مشواره كانت بطوله. صحيح. السنه دي مختلفه بالنسبه له، او من ناحيه تحليلي انا للوضع. ليه؟ لان هو ابتدى الموسم بخساره بطولتين، البطولتين دول حطوه الخساره حطوه شويه تحت ضغط، فهو محتاج من وجهه نظري برضو كمشجع للنادي الاهلي، سيبك بقى من ان انا كنت لعيب كوره ولا حاجه، كمشجع ان هو محتاج حاجتين مهمين جدا للظروف اللي حصلت في بدايه الموسم السنه دي، خساره البطولتين دول. نمره واحد تركيزه يزيد بشكل كبير جدا من ناحيه تحليله للفرق اللي النادي الاهلي هيلاعبها، من ناحيه تشكيل، من ناحيه تغييرات، من ناحيه قراءه المباريات، عشان يقدر يحط النادي الاهلي على السكه، على التراك المظبوط. دي نمره واحد. نمره اتنين شويه ابتكار، يعني شويه حاجات جديده نبتدي نشوفها غير السنه اللي فاتت. يعني مثلا انا لما بتفرج على فرقه النادي الاهلي بالذات في الكور الثابته، قرانر، فاولات، اوتات، مفيش اي حاجه بتتعمل. انا نفسي ان انا اتفرج على فرقه النادي الاهلي ومدرب كبير زي كولر لازم نشوف كورنر بيتعمل. في كان بيعمل، انا كنت من فتره ما قبل التوقف الحقيقه، انا شفت كذا كرة عملها ممكن بشكل قليل في اكتر من كده، بس لازم يكررها. في الكور الثابته في حاجات كتيره اكتر من كده لازم يكررها، ولازم هو ده الابتكار. فهي بس النقطتين دول، بدايه الموسم السنه دي مختلفه عند كولر غير السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ابتداها باحراز بطولات، السنه دي في بطولتين راحوا، في بطولات جايه كتير، مش عايزين حاجه تروح مننا فيها باذن الله. رايك في مجموعه النادي الاهلي سواء شباب بلوزداد وفوزه على يانج افريكانز بثلاثيه في الجزائر، ثم فوز النادي الاهلي على ميدياما، رايك بثلاثيه ايضا، رايك في هذه المجموعه؟ المجموعه لا باذن الله يعني هم الفرقتين المرشحين ان هم طبعا النادي الاهلي نمره واحد، احنا نمره واحد كمتصدر المجموعه، بعدينا شباب بلوزداد. بالنسبه لفرقه يانج افريكانز بره ملعبها هيبقى المستوى زي ما شفناه قدام شباب بلوزداد بيخسروا، ولكن في ملعبهم فرقة هتبقى متعبة. يعني احنا الماتش اللي جاي معاهم ماتش محتاج شوية تركيز، محتاج شوية ان الفرص اللي بتجيلك تقدر تهدف منها، ما تضيعش حاجة، لان بره الملعب الطقوس هناك ومن ناحية الجمهور ونوعية الملعب والفرقة في ملعبها بتبقى دمها تقيل شوية، محتاج ان انت تجيب فيها جون بسرعة عشان تفك الماتش. ولكن المجموعة بإذن الله ما فيهاش اي مشاكل، احنا بإذن الله بنسبة 90% بإذن الله تعالى هنتصدر طبعا المجموعة، وشباب بلوزداد يجي في المركز الثاني. خلينا نقفل المواجهات الأفريقية ونذهب مباشرة إلى مواجهة سموحة في الدوري العام، مواجهة صعبة، مواجهة مهمة، مواجهة أعتقد مع مدير فني جيد أحمد سامي.
طبعا احمد من المدربين الكويسين، وفرقه سموحه فرقه كويسه، ولكن مفتاح الماتش ده الهدف المبكر، يعني ازاي نجيب جون بدري بحيث ان هو يفتح لنا الماتش. لان فرقه سموحه من الفرق بفكر احمد سامي والامكانيات بتاعه اللعيبه، كل ما الهدف بتاعنا اتاخر ممكن ان هو دوافعهم تزيد شويه، الماتش يقفل، يعني يقفل علينا. فانا متهيألي سر الماتش ده ازاي اول ربع ساعه 20 دقيقه ازاي ننجح ان احنا نجيب جون نفتح بيه الماتش، لان بعد كده الماتش بالنسبه لنا يبقى سهل كتير يعني. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. احنا النادي الاهلي بيغلق ملف البطوله الافريقيه ويذهب مباشره الى البطوله المحليه. المارد الأحمر كعادته أغلق ملف مباراة ميديام الغالي في دور أبطال إفريقيا التي حقق فيها الفوز بثلاثية نظيفة بكل ما حملته من إيجابيات وسلبيات، والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الجولة السابعة من الدور المصري الممتاز حامل لقبه. واصل المارد الأحمر تدريباته دون راحة، ورفض المدرب مارسيل كولر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات نظرا لضيق الوقت للمواجهة المقبلة. خاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام ميدياما تدريبات استشفائية، بينما خاض البدلاء وباقي عناصر الفريق مرانا قويا، فيما تسلم الجهاز الفني تقريرا عن لاعبيه المصابين ومن سيكون منهم جاهزا للمواجهة المقبلة، فيما أعد الجهاز الفني المساعد لمارسيل كولر تقريرا مفصلا عن فريق سموحة وطريقة لعبه وخطط مدربه من خلال مشاهدة مبارياته الست التي خاضها في الدوري، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري لمواصلة تربع المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في واحدة، سجل لاعبه 12 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف. طيب كابتن، احنا لو اتكلمنا عن ابرز النقاط القوه والضعف في فريق سموحه من وجهه نظرك، اتفرجت كتير عليهم. طبعا فرقه سموحه السنه دي غير السنين اللي قبل كده، في لعيبه كتيره مشيت واتاثروا بشكل كبير. هو المهندس فرج عامر رئيس النادي بيعرف يجيب لعيبه كويسه مع احمد سامي كويسة. طبعا او مش بفلوس كتير وبيبيعها بفلوس كتير. هو شاطر في الحته دي. ففرقه سموحه السنه دي زي ما نقول ان هي من الفرق اللي هي هتبقى في وسط الجدول، الامكانيات متوسطه، مش ما عندهمش يعني ما عندهمش فروقات فنيه كبيره او لعيبه عندها امكانيات فرديه، ولكن هم بيلعبوا باسلوب جماعي، بسيستم جماعي، ازاي بيهاجموا مع بعض وازاي بيدافعوا مع بعض، بالذات في الماتشات الجامده زي ماتش الاهلي، ازاي الاساس طبعا بيبقى الدفاع عندهم، ازاي يقفلوا مساحات، ازاي ما يجيش فيهم اجوان بدري. وعشان كده انا بقول لك مفتاح الماتش ده ازاي نجيب هدف بدري من الاول، لو قدرنا ان احنا نسجل. هيعمل ايه الهدف بدري يا كابتن؟ لا هيفتح الماتش. فرقه سموحه هيفتح سموحه يعني. طبعا المفروض ان هي هتهاجم عليك، هيبقى في مساحات هتقدر تستغلها، هتقدر تستغل سرعات اللعيبه اللي عندك، الحلول الفرديه اللي عند اللعيبه اللي عندك، لان برضو الفروقات الفنيه ما بين اللعيبه بتاعتنا ولعيبه فرقه سموحه لا برضو الفروقات عاليه شويه. فهو سموحه زي ما بقول لك هيلعب جيم دفاعي، من هيحاول ان هو بالهجمات المرتده ان هو يقدر يحرز هدف، ولكن هم مش زي السنين اللي فاتت ما عندهمش اللعيبه اللي تديهم تقل يعني. ولكن عندهم حسام حسن مشي من النادي الاهلي راح نادي سموحه، عندهم مجموعه من الهدافين بشكل اسامه في عندهم مجموعه من الهدافين جيدين. هم ما جايبين كام جون يعني سموحه في الـ لو بصينا على ترتيبهم طبعا ال 12 تمام، هم لعبوا 6 ماتشات جايبين 7 جايبين 7 اهداف من 6 ماتشات يعني، وجي فيهم 9 وجي فيهم 9 فالمعدل التهديفي يعني تقريبا نقدر نقول هدف في كل ماتش، ولكن جايبين هدف في كل ماتش تقريبا او هدف وسنه بالظبط، وجي فيهم 9 اهداف فبرضه يعني هو حسام يمكن اكتر واحد اكتر فرود بيعرف يجيب جوان وبيعرف سكه الجون. وواضح ان هم في نص الجدول يعني سموحك في سنين قبل كده كان بعد 6 ماتشات كان ترتيبهم بيبقى احسن من كده. لا الواحد هو بيبص على الجدول الاربع فرق او الثلاث فرق اللي في المركز الاخير
شايفهم نعم المقاولين نقطتين الاخرين غريبه جدا يعني بنك نقطتين. اهلي 3 نقط، داخليه 4 نقط، يعني نقطتين من 18 نقطه ده كتير، يعني معدل فقدان 16 نقطه بالظبط، يعني اكتر من 75% اكتر كتير لا طب. اكتر من كده كمان فانت عندك من المركز ال 14 الاسماعيلي طبعا 4 نقط فاركو ال 15 4 نقط الداخليه 16 4 نقط بنك اهلي 17 3 نقط غريبه جدا ان تلاقي فاركو وتلاقي البنك الاهلي هنيجي نتكلم عن الحاجات دي، ولكن دايما مواجهات الاهلي وسموحه يا كابتن بيبقى فيها نديه، على الرغم من ان التاريخ يعني دايما بينحاز للنادي الاهلي، او يعني لما نيجي نبص على ما نشوف التقرير اللي جاي، التقرير اللي جاي بيقول بيتكلم عن النادي الاهلي دايما ما يفوز في هذه المباراه. بتبقى كفه النادي الاهلي أرجح. ولكن بيبقى يعني دايما بتقول ايه ماتش صعب. بيبقى فيه نديه. ماتش صعب عشان فرقه سموحه من الفرق اللي بتلعب جيم دفاعي بيأدوا بشكل كويس. ولكن الجيم الدفاعي دون هينكسر بمجرد ما النادي الاهلي باذن الله نقدر ان احنا نحرز هدف فيه. يعني فرقه سموحه كل ما بيجي فيها جون فبتبتدي بتهاجم وبتدي تقدم بتتفتح فيها مساحات كبيره قوي. وخط ظهرهم مش بالكفاءه اللي زي السنين اللي فاتت، اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه وكل حاجه ولكن لما بيتضغط عليهم بالظبط بتحصل مشاكل، ونفتكر ماتش الزمالك مثلا وسموحه برضو لما جه فيهم جون 5-1 5-1 فتحوا. فالفرق دايما اللي بتلعبك وهي بتبقى عايزه بونت بتركز على النواحي الدفاعيه فقط لا غير، كل الكلام دون بيبوظ بمجرد ان انت ما تحرز فيها تجيب جول. فالجون البدري من وجهه نظر كابتن خالد هو اللي بيغير الموضوع طبعا. هل يا كابتن بتشعر بالاستفاده من عمليه التدوير اللي بيقوم بها مارسيل كولر خلال الفتره الاخيره او خلال او يعني من بدايه السنه، بحيث ان انت ان اللعيبه اللاعب نفسه بيجد ان هو له دور في الفرقه، اي لاعب في ال 25 ولا في ال 30 هي ليها مميزات وليها عيوب. أيوة. عمليه الروتيشن. أيوة. وعمليه التدوير هنتكلم على المميزات، ان انت بتخلق جو من التنافس ما بين اللعيبه ما حدش بيبقى عارف، وده مهم جدا. ده بيؤدي الى ارتفاع مستوى اللعيبه كلها. صحيح. لان كل واحد عنده ان هو شايف ان هو ممكن يلعب وان هو ممكن يكون ليه دور، فكله بيشد حلو في التمرين وبيشد حلو في الماتشات. صحيح. فدي من الحاجات المميزات بتاعه الروتيشن. نمره 2 الروتيشن بيتعمل امتى؟ لازم نعرف الروتيشن بيتعمل امتى، لما هو اساسه بيتعمل ليه؟ عشان تبعد تفادي اللعيبه عن موضوع الاجهاد. صحيح. وتعرضهم للاصابات. صحيح. طب احنا لسه في بدايه موسم، احنا لعبنا 6 ماتشات من الاهلي، فالعمليه في بدايه الموسم عمليه الروتيشن بتبقى لازم تكون ليها بحساب، ما تكونش باعداد كبيره. تكون يعني المفروض ان هي بتكون مثلا لو قلنا 3-4 لعيبه هيبقى كده الفرقه تقدر تستحملهم من ناحيه الانسجام وثبات في التشكيل. صحيح. ولكن لو العدد زاد عن كده في بدايه الموسم اللي هو لسه اللعيبه ما عدتش مرحله الاجهاد ممكن يبقى كتير. من عيوبه ان ممكن عدم الثبات في التشكيل بيؤدي الى عدم انسجام. صحيح. ولكن اللعيبه لما بتوصل لمراحل عاليه شويه من الخبره ومن الاداء بتتعدى الامور. طبعا يعني احنا دلوقتي احنا لو ما بنلعبش دلوقتي ونزلنا لعبنا خماسي انا وانت، لا هنعرف، انا عارف انت هتتحرك فين، هلعب لك الكوره، يعني الدنيا هتبقى ماشيه مش محتاجه انسجام كبير يعني. فكل ما مستوى اللعيبه بيبقى عالي، لا عملية الانسجام دي انا واحد من الناس ما بقتنعش بيها، فهي عملية تدوير لازم تبقى محسوبة، وعدد اللعيبة اللي انت بتغيرهم كل ماتش لازم يبقى محسوب، وانهي فترة من فترات الموسم انت بتعمل التدوير او بتعمل روتيشن. يلعب ازاي ضد سموحة من وجهة نظرك؟ زي ما بنلعب، يلعب 4-3-3 او 4-2-3-1. التغييرات اللي بيعملها التغييرات لا أصيح. مش تغييرات الملعب يعني هو دايما كل ماتش بتجد 4-5 على الاقل متغيرين. من ناحيه الروتيشن يعني انا شايف ان في حدود لو هيعمل روتيشن يبقى واحد في كل خط يبقى كفايه. لعيب يعني واحد في كل تلاتة خط بس. 1-2-3 هنقول 4 دي اكتر حاجه. ده اكتر حاجه. اكتر حاجه لان انت برضو انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، وعندك بعد الماتش سفرية. بتاع سموح عندك سفريه وعندك مباراه في تنزانيا، فانت برضه محتاج ان انت هترجع تلعب زد نفس الفترات، فهي محتاج يعني انا شايف ان يبقى من المنطقي ومن المعقول ان لو كل ماتش
اربعه لعيبه ان انت بتعمل روتيشن من خلال اربعه لعيبه بس، مش اكتر من كده، مش اكتر من الـ وخلي بالك كابتن اسلام في مراكز ما بيتبذلش فيها مجهود كتير، يعني مش شرط. يعني مثلا هقول لك ايه، الاثنين المساكين مثلا انت ما بتبقاش مطالب ان هم يعني مضغوط على طول يعني عشان تتعب، مش مضغوط. والواجب الهجومي برضو عندك انت، الواجب الهجومي ان انت تباصي ان انت تباصي الكره صح، يعني مش اللي قدامك صحيح بالظبط. فانت عمليه الاجهاد فالروتيشن في الحته دي مش مطلوب في المركزين دول. حتى لو هتلعب كل 3 ايام ممكن لو مش هغير فيهم مفيش مشكله، مفيش اجهاد، ولا هيبقى اللعيبه هتلعب وهي مستريحه جدا. انها مثلا لما تيجي باك طرف من الاطراف مثلا، ممكن ان هو يتاثر لان هو بيجري مسافات كبيره 100 و100 بالظبط. لعيبه نص الملعب برضه نفس الكلام رايح جاي بالظبط كده. فهو الروتيشن بيتعمل في المراكز اللي هي بتبذل مجهود كبير. فحضرتك شايف ان هو حتى لو ده حصل يحصل في الباكين او في وسط الملعب بعيدا عن يعني الباقي يعني بالظبط كده، او الاجنحه حتى، بس الاجنحه برضو ممكن يكون رايح جاي بنسبه اكبر. لكن طب مين اللي يلعب بكره؟ يعني التشكيل لو حضرتك بكره المدير الفني هتحط تشكيل يلعب مين؟ لا زي يعني الشناوي في حراس المرمى طبعا، ما فيش اي مشكله. وانا اتمنى برضو في الماتشات اللي جايه يحصل في فترات مش قريبه ان يبقى في برضو مصطفى شوبير ممكن يبقى ياخد له ماتش ولا حاجه، بحيث ان هو يبقى موجود برضو في الملعب، موجوده في الملعب حسب بالظبط كده. من ناحيه الفرقه زي ما قلت لك هو تشكيل الماتش اللي فات، تشكيل امبارح اللي بدا بيه الماتش. ممكن بقى في حدود 3 لعيبه، يعني كريم ولا بيرسي؟ لا بيرسي، فؤاد ولا بيرسي؟ كريم ابتدى، يبقى بيرسي تاو يبتدي بقى المره دي. بالظبط. وممكن برضو على فكره الروتيشن مش يعني هو ممكن يحصل في التغييرات، يعني ممكن اعمل روتيشن ان انا لاعب بيرسي تاو لاعبه شوط وطلع صح. ما هو ده روتيشن برضو، يعني عندي 5 تغييرات. مش لازم بكون بطلعه ما بين الشوطين عشان هو وحش يعني. لا انا ممكن اطلعه عشان اريحه، وان انا بعمل الروتيشن. يعني الروتيشن احنا فاهمينه ان هو ايه، ازاي ده ما يلعبش صحيح. يعني ده يلعب الماتش ده، الماتش اللي جاي مش هيلعب. لا ممكن العبه الماتش ده والعبه الماتش اللي جاي، بس العبه شوط واحد واطلعه. ما هو ده روتيشن يعني. ان انا ازاي، فهو في حدود 4-5 لعيبه مش اكتر من كده ممكن ان هو يعمل روتيشن من خلال الماتش اللي جاي يعني. طيب كابتن خالد، برضو الدوري السنه دي يعني انا بشوف ان هو ابتدى يسخن شويه الفتره اللي فاتت من وجهه نظري يعني. طبعا احسن. وكل لما كنت دايما تقول لي ان الماتشات الفتره الاولانيه هي وكل حاجه واضحه، نفس الريتم ونفس النتائج، ولكن هو ساخن شويه قبل التوقف الدوري. بالظبط. لا ودي حقيقه. وهو لسه كل لما الماتشات هتستمر البطوله هيبقى فيها سخونه وهيبقى فيها تنافس، ولكن برضه النادي الاهلي في حته ثانيه. بيراميدز والاسماعيلي اولى المباريات يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الساعه 4. ماتش مهم جدا بالنسبه لبيراميدز ومهم جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، لانه انت لو بصيت احنا لسه كنا بنتكلم النادي الاسماعيلي في المركز ال 14 واربع نقاط يا كابتن. بيراميدز المركز الثاني 13 نقطة. بس زياده عندنا ماتش عن النادي الاهلي، لكن هو والاسماعيلي لعبوا 6 ماتشات. النادي الاسماعيلي تخيل هذا النادي الكبير بهذه بعظمته بعرقته عنده 4 نقاط. نفس المشكله طبعا، ماتش مهم جدا للفرقتين، بيراميدز عشان يواصل المنافسه معانا على المركز الاول، والاسماعيلي عشان يحسن موقعه من ناحيه ترتيبه ومن ناحيه عدد النقاط. ده هيبقى الماتش السابع يعني، هيبقى من هتبقى كتير. بس النادي الاسماعيلي مش غريبه، طول ما بتواجهش المشاكل وبتحلها هيفضل الوضع زي ما هو عليه. النادي الاسماعيلي نفس المشاكل اللي هي من 3-4 سنين اللي موجوده، ونفس الحاله ان هم حاله بتبقى صعبه جدا، ما قدرتش توجد حلول جديدة من ناحية التمويل ومن ناحية مستحقات اللعيبة، فالدنيا هتبقى صعبة جدا. مع ان معاهم مدير فني جيد كابتن إيهاب جلال، مش كل حاجة المدير الفني، مش كل حاجة لازم اللعيبة تكون مستريحة وبتاخد فلوسها وبتاخد مستحقاتها وحاجتك تبقى موجودة تحت ايديك، ولازم ما يبقاش في وقف قيد، ولازم ان انت تدعم بلعيبة في المراكز، فكل ده مش موجود. فطبعا المدير الفني ده الله يكون في عون إيهاب يعني. الاهلي وسموحه ايضا يوم الثلاث، يوم الاربع مودرن فيوتشر والزمالك، يعني في مباراه مهمه جدا ايضا للفريقين، سواء مودرن فيوتشر اللي في المركز الثالث والزمالك يعني العاشر في المركز العاشر. وبالتالي نادي الزمالك من 6 مباريات عنده 9 نقاط، اما نادي مودرن فيوتشر من 6 مباريات عنده 12 نقطه.
برضو نادي الزمالك في المركز العاشر غريبه، مودرن فيوتشر ماشي بشكل جيد يعني 12 9 نقاط. ماتش هيبقى حلو، ماتش هيبقى مفتوح وهجومي من الفرقتين، لان كل فرقه عايزه تكسب عشان فيوتشر يكمل ان هو برضو يحط نفسه في المنافسه في المقدمه، والزمالك عشان يحسن وضعه في الجدول وترتيبه لان هو فقد نقط كتيره في بدايه الدوري. والفريقين لاعبين في نفس التوقيت، لاعبين النهارده في الكونفدراليه فيوتشر فاز الصبح النهارده الحد الساعه 3 الظهر يعني. ايوه والزمالك كسب الفريق الليبي 3-1-0 برضو. كسبوا يعني الفريقين سواء مودرن فيوتشر او الزمالك كسبانين حتى لو الاداء مش قوي، ولكن كسبوا فالحاله النفسيه كويسه، فهو ماتش هيبقى حلو يعني، ماتش هيبقى الساعه 7 يوم الاربعاء، هيبقى ماتش كويس. اتحاد اسكندريه وزد والطلايع والجونه، ماتشات اتحاد اسكندريه وزد مثلا، ده ماتش برضه هيبقى كويس لان الفرقتين هيحطوا هدفهم من الثلاث نقاط يعني، الاتحاد عايز يكسب وزد عايز يكسب. زد ماشي بشكل كويس، زد في المركز الرابع ترتيبه الرابع، عنده 11 نقطة عنده 12 نقطة اوكي، فماشي كويس. وزد قدم عروض كويسة ونتائج كويسة. الاتحاد السكندري برضه ماشي في المركز الخامس عنده 11 نقطة، صحيح. فده ماتش بست نقاط بالنسبة للفرقتين يعني، الرابع والخامس، صحيح الرابع والخامس و12 نقطة و11 نقطة. فانت هتكسب تكسب ثلاثة، تفقد الفرقة الثانية ثلاث نقاط، هتصعد يعني لو الاتحاد كسب هيصعد على حساب زد، على حساب زد، ويبقى 14 نقطة وزد يفضل 12 بالظبط. زد لو كسب هيبقى زد 15، فهيصعد على حساب كل الفرق اللي فوقيه. لا بس الاهلي هيكون لعب، وبيراميدز هيكون لعب، ومودرن هيكون لعب بالظبط. فهيبقى باين يعني. ايوه طيب الطلائع والجونه، والحقيقه الاثنين برضو، لا بص حضرتك النهارده الرابع والخامس والسابع والثامن هيلعبوا بعض. يعني دي ماتشات هتبقى فيها تنافس بشكل كبير جدا. والفرقه اللي هتكسب هتدوس على الفرقه الثانيه من ناحيه الترتيب يعني. فاركو والمقاولين العرب برضه في المربع، ده لقاء الجريحين، فاركو 4 نقط والمقاولين نقطتين. مقاولين المركز الاخير، وده طبعا حاجه ما تناسبش ولا اسم نادي المقاولين ولا تاريخه ولا يعني حاجه، مش عارف. انا نادي المقاولين اكيد بيمر بظروف مش صعبة كويسه جدا. كابتن شوقي، بس كابتن شوقي الحقيقه قادر ان هو يعدي بهذا. طبعا هو شوقي ما يتخافش عليه يعني. وفي نفس الوقت فاركو برضو مشوا المدرب البرتغالي وجابوا خالد جلال، كسب ماتش وخسر ماتش، برضو الماتش مهم قوي بالنسبة لفاركو كمان. بصراحة الماتشات كلها يعني صعبة جدا. امبي والمصري ده يوم الجمعة اللي هو 1 ديسمبر الساعة 4. امبي برضو في المركز السادس والمصري في المركز التاسع، يعني امبي عنده 10 نقاط، المصري عنده 9 نقاط، يعني ماتشات كلها الفرق كلها جنب بعض. وده من الماتشات اللي هيبقى كويسه قوي برضه، من الماتشات اللي هتبقى حلوه. وبعدين بالنسبه لفرقه انبي، انا من الفرق اللي انا مبسوط منها جدا، معجب بيها جدا. تامر عامل معاهم شغل، تامر مصطفى عامل معاهم شغل، تامر عامل معاهم شغل كويس. انا كنت معاك في حلقه من شهر، قلنا يعني قلت لك ان هو مدرب شاطر، مدرب كويس جدا. حضرتك قلت لي فعلا هو مدرب شاطر، بمعنى ايه؟ ان هو عارف امكانيات لعيبته وعارف امكانيات النادي، بيلعب على قدها، بيتعامل مع كل ماتش على قد امكانيات اللعيبه. وبيصير بيمشي الماتشات بشكل وبيقدر ان هو يكسبها في الاخر. حلو، فهو شطارته جايه من كده. فامبي من الفرق اللي انا معجب بيها جدا السنه دي من ناحيه نتائج ومن ناحيه عروض. والمصري البورسعيدي برضو فرقه كويسه، فالماتش ده هيبقى من الماتشات الحلوه كمان. الحقيقه الماتشات كلها الاسبوع ده هتبقى ماتشات جيده. الداخليه والبلديه برضو، يعني الداخليه في المركز ال 16 والبلديه في المركز ال 11. برضو فرقه البلديه من الفرق الكويسه قوي السنه دي، ومعاهم المدرب بتاعهم كابتن احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف مرنته انا على فكره، احمد ده ليه قصه. احمد وانا ماسك منتخب مصر الناشئين، احمد كان بيلعب ليبرو اوكي، اساس مركزه يعني. في الوقت ده كان في مركز الليبرو. فانا لما شفته وضميته اتفرجت عليه وجبته المعسكر، قلت له بص يا احمد، انت هتلعب في نص الملعب، ديفندر في نص الملعب. حضرتك اللي حطيته في نص الملعب. طبعا. فالولد ده انا كني بقول له حاجه جديده يعني، حاجه هو ما كانش متخيل. قلت له هنتمرن وهتلعب في الحته دي وهتبقى كويس قوي، هتبقى احسن، لان موضوع الليبرو ده شويه وهيخلص. صح. فانت استمريتك في نص الملعب، والحمد لله لعب من ساعتها. بقى اساسي معايا في المنتخب وبقى اساسي في نادي الزمالك.
منتخب 86 ده مواليد 6 كان احمد عبد الرؤوف وشيكابالا وحسام عاشور يعني كان جيل برضو كويس جيل كويس طبعا. كلها اسماء كبيره فاحمد من المدربين الكويسين وخد بالك في نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام المدرب الكويس مش شرط ان هو يكون لعيب سوبر ستار او نجم قوي يعني احمد ما كانش وهو بيلعب كان لعيب مفيد جدا جوارديولا كابتن اقرب بالظبط يعني لعيب نص ملعب يعني. ما كانش يعني واو في اللعب تمام صحيح. ولكن مدرب كويس فاحمد عنده هو حابب الشغلانه صحيح. مخه كويس ومن الناس اللي هتبقى كويسه البنك الاهلي ووضعه الصعب جدا وسيراميكا كليوباترا ووضعها الصعب بالمناسبه 13 المركز ال 13 بس 7 نقاط يعني افضل من البنك الاهلي لنقطتين او 3 نقط بالظبط ما هو دايما الفرق دي كلها الماتش المكسب هيفرق معاها بشكل كبير جدا يعني هو لو البنك كسب هيبقى 6 نقط هيبقى قريب من سيراميكا هيبقى قريب من سيراميكا وبرضه البنك الاهلي بيمر بظروف وحشه جدا بيصرفوا فلوس كتيره جدا والعروض والنتائج مش على الشكل اللي هو بيوازي يعني كم المصاريف وكم صحيح. الدفع اللي هم بيدفعوه انا مثلا بالنسبه لي علامه استفهام سيراميكا كليوباترا الداخليه سوري البنك الاهلي اللي فاركو ثلاث فرق دول لان هم الحقيقه معاهم القدره الماديه ان هم يصرفوا يعني سيراميكا كتير من الناس قالت انها هتنافس على الاقل المربع الذهبي مش هنقول الدوري سيراميكا عندهم فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسين ومدرب كويس ومدرب كويس مع الوقت هيجوا يعني مع بعد 5 6 ماتشات جايين لا ترتيبهم هيتحسن وهيبقوا احسن من كده ليه لان الامكانيات بتاعه اللعيبه عندهم لعيبه عندها حلول وتقدر ان انت تشكلها وتخليهم يادوا بشكل كويس بالنسبه للبنك الاهلي طبعا نتائج غريبه وحشه جدا يعني من ساعه ما طارق جه ماتش وكسبه ده جه قبل الماتش بيومين كمان بالظبط ما دي من الحاجات المفارقات اللي ما بتحصلش غير في مصر يعني في اي حته يجي قبل الماتش بيومين ويكسب ده في مدرب خد بطوله راح كابتن امير رمادي يعني اسوان نزل لا هو كان ماسك اسوان ايوه اسوان نزل راح بعد كده سيراميكا كسب معاه البطوله بعد يوم بقى يعني من غير تمرين بس هو قال ساعتها الكابتن حلمي طولان اللي عمل طبعا طبعا عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لكل الفرق نتمنى ان احنا نشوف الاسبوع ده هو الاسبوع ده اسبوع جيد بصراحه الماتشات هتبقى يعني 3 4 5 جمعه فيهم ماتشات حلوه بصراحه بالظبط اتمنى ان احنا يبقى نشوف ماتشات جيده في هذا الاسبوع علشان الدوري يبقى شكله حلو وافضل وافضل وان شاء الله الاهلي يكسب يعني دي اهم حاجه بالنسبه لنا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد على وجودك معانا شكرا يا اسلام دايما بنستمتع بوجودك شكرا الله يخليك شكرا يا اسلام شكرا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير